بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد نتكلم به حول نبات هام جدا، وهو نبات القراص. كثر الحديث حول نبات القراص وتشابكت الأقاويل، ودوما للمواد الفعالة والجزء المستخدم الكلمة الأخيرة، فلا يجوز لنا أن نقول القريص فقط، فيجب أن نحدد أي عضو نستخدم في القريص. هل نستخدم الأوراق أم نستخدم الجذور؟ أن يأتي أحدنا ويصف تناول القريص لأنه مفيد للالتهابات، تناول القريص لأنه مفيد للخلفة، هذا لا يجوز. تمام؟ يجب أن نحدد مين الجزء المستخدم. هناك فرق. ما هو الفرق أولا ما بين أوراق القريص وجذور القريص؟ أوراق القريص تحتوي على مواد بسيطة، مواد تسمى المواد الصفراء الفلافونويدز، طالما تحدثنا عنها في قوتها للدورة الدموية، في قوتها للمناعة. وأذكركم بمادة من أحد هذه النباتات وهي الكويرسيتين. هذه المواد الصفراء نجدها بالليمون، الحمضيات بشكل عام. الكويرسيتين هذا المسؤول على اللون الجميل الأصفر الذي نجده في الليمون على سبيل المثال. وأيضا تحتوي على مواد مضادة للالتهابات، لعل من أهمها وأقواها ما يعرف بالبيتا سيتوستيرول، بالإضافة طبعا للفينولات وأشياء أخرى، ولكن أريد أن أركز على هاتين. أما الجذور فهي تحتوي على مادة تسمى اللجنين، وهذه المادة إذا فاكرين تحدثنا أيضا عن بذور الكتان مرة، وقلت أنها تحتوي على هذا اللجنين. واللجنين من أجمل ما فيه هو إيش؟ هو أنه مضاد للسرطانات ومضاد للأورام. تمام؟ وبالتالي هو من الأشياء الجميلة جدا، ومن الأطعمة أو الخضروات الشهيرة الغنية باللجنين. كلكم تعرفون البروكلي على سبيل المثال. طيب، إذا أصبح هناك مواد لها خصوصية بالجذور، ومواد لها خصوصية بمين؟ بالأوراق. إذا هناك اختلاف في الاستخدامات بالمؤكد. نبدأ باستخدام الأوراق. طالما تحدثت على تقوية للدورة الدموية وأنها مضادة للالتهابات، فأفضل شيء ومن يعاني حتى أكسب الصفتين، هناك من يعانون من تساقط شعر، هناك من يعانون عدم نمو الشعر نتيجة يعني ما فيش تغذية جيدة، لا يصل الدم بالمغذيات إلى الشعر. الدم هو ناقل للمغذيات والأكسجين، والشعر يتغذى من الفائض من حاجة الجسم، وفي نفس الوقت يحتاج إلى قوة دفع. فحين نتناول أوراق القريص، مغلي أوراق القريص تحديدا، فأنا أساعد هذا النبات نتيجة لاحتوائه لهذه المواد الصفراء أن يقوي الدورة الدموية الخارجية، ومنها يصل إلى مين؟ إلى الرأس وفروة الرأس، وبالتالي يعزز مين؟ وصول هذه المغذيات إلى مين؟ البصيلة وفروة الرأس. بالطبع القريص غني جدا بالمعادن والفيتامينات، لا سيما الحديد ومشتقاته، الفوليت، مجموعة الفيتامينات بي،
وكلها معادن وفيتامينات هامة جدا للشعر. وبالتالي إذا كانت تغذية السيدة أو الصبية أو الشاب تغذية ضعيفة أدى إلى عدم نمو للشعر أو تساقط مستمر للشعر أو تقصف للشعر، فهذه فرصة جميلة أن ينقع القريص ويستخدمه داخليا وخارجيا، أي داخليا يشرب مغلي القريص فينظف التهابات، فرصة لتنظيف الالتهابات في الجسد، ويأخذ منقوع القريص ويمسح أو يعمل مساج في فروة الرأس، وبالتالي يساعد كما ذكرت إلى تقوية الدورة الدموية في هذه المنطقة. على صعيد آخر في موضوع الأوراق، نستفيد أيضا من أوراق القريص في مشاكل التهابات المسالك البولية. فإذا كان هناك التهابات بسيطة، هناك حرقان في البول، هناك صعوبة في التبول، هناك بعض الأتربة هنا وهناك، فكل هذه الأمور يساعد مغلي أوراق القريص في إيش؟ في إزالتها في وقت قصير، يومين ثلاثة بتكون العملية إيش؟ انتهت. أما جذور القريص فهي التي تحتوي، بالإضافة طبعا إلى المعادن والفيتامينات الكثيرة جدا، ذكرنا اللجنين، وهذا اللجنين هنا يعمل على إيش؟ على البروستاتا عند الرجال. إذا جذور القريص المعني بالأمر هم الرجال، لا تعطى جذور القريص للنساء، أوراق القريص تعطى للنساء، أما جذور القريص تعطى للرجال. فتقوم هذه الجذور بعدم تحويل التستوستيرون إلى دايهايدروتستوستيرون، فتعمل على تخفيف الضغط على البروستاتا، وبالتالي يكون تدفق البول إيش؟ سريعا كاملا دون تقطع. وهذه المشكلة من يعاني منها الرجال تحديدا نتيجة تضخم البروستيت الحميد. أما الجزئية الأجمل لهذا الموضوع فهو أيضا يزيد من القدرة الإنجابية، بمعنى يزيد من عدد الحيوانات المنوية ويزيد من نشاطها، وهو الأهم، إحنا النشاط أهم من العدد، وبالتالي يعمل على زيادة النشاط ويعمل على زيادة الكفاءة، وبالتالي الزنك وهو أهم معدن موجود في هذه المنطقة يعمل على تعزيز مستوى الزنك، وبالتالي تكون هذه الوصفة من أجمل بل من أهم الوصفات اللازمة والضرورية للرجال، خاصة من يسعى إلى الإنجاب أو لديه مشكلة في الإنجاب أو لديه مشكلة في النشاط عدد الحيوانات المنوية. أما عن الكيفية والكم فما عليك إلا أن تغلي جذور القريص لمدة دقيقة أو دقيقتين، وتشرب كوبين في اليوم صباحا ومساء لمدة 3 أشهر، وخلال هذه الفترة كل شهر عن شهر إيش بكون النشاط أفضل وأفضل. لماذا 3 أشهر؟ لأن دورة حيوان المنوي عمرها 72 يوم، وبالتالي أنا لازم أنتظر دورة كاملة حتى أحصل على نتائج طيبة بإذن الله. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.